طيب كل استاذ هذه الاسر. حدثني، شنو قصه اليوم تحويل بعض الخريجين من وزاره التربيه الى وزاره التعليم، والى حد هذه اللحظه وزاره التربيه لم توافق على هذا القرار، اكو بعض الاجراءات اللي اجريت بخصوص هذا الموضوع؟ بالنسبه للتحويل صراحه يعني اليوم هذا طالب دراسات عليا صاير مثل الكره مال التنس، مع جل احترامي لهم. نعم. مثل الكره مال التنس. واحد يرميها على الثاني، هذا يقول له انا ما اريدك، وهذا يقول له انا ما اريدك، واللي واقع بيناتهم مجلس الخدمه الاتحاد. نعم. يعني اذا هذا الخريج طالب الدراسات العليا اللي هو اليوم بعد 16 عام اكمل سنتين الماجستير واكمل بعد هيك جاي نتعامل ويا صفوة الناس احنا نقولها. لكن الاخبار اللي تقول استاذ هادي انه على اساس انه وزير التربيه فقط هو اللي ما موافق، يعني كلهم موافقوا على انتقاله من وزاره التربيه الى وزاره التعليم، حتى مجلس الخدمه الاتحادي. نعم استاذي العزيز، الكل يعلم انه هناك ضغوط كبيره على وزير التربيه من ناحيه التعيينات ال 50,000. نعم. فاتمنى من وزير التربيه يا اما يكون يد المسؤوليه ويتحمل على عاتقه مواجهه الاحداث، مواجهه كل شخص يكون داخل العمليه التربويه وتوجيهها بالشكل الصحيح. نعم. انا اليوم كمواطن يعني اشوفها كتب ما توفرت، اكو هوايه من الامور اذا اريد نوضحها للشارع صراحه، يعني كلها تقصير من وزاره التربيه. نعم. وزارة التربية اللي يقودها وزير التربية، فنتمنى من لجنة الرأي اللي هي مختصة انه تكون متاندة بحل وسطي، انه ايجاد الحلول لهذه الفئة.